مدينة اسمها على مسمى، ويقال إن كل الطرق تؤدي إلى المدينة، ولكن أبناؤها كل يوم يترحمون على ماضي مدينتهم. هي مدينة مصدر للطاقة والنور، ولكنها تعيش في ظلام. هي مصدر للتدفئة لدول كثيرة في العالم، ولكنها تعاني من نقص الدفء. هي مدينة توفر فرص العمل لعمال وشركات أجنبية كثيرة، ولكن أبناؤها ذو المؤهلات يلعبون الدومينو في الأزقة بسبب البطالة. اليوم نتحدث عن البصرة، واحدة من أكبر مدن العراق، التي وبالرغم من ثرواتها الضخمة تحت وسطح الأرض، ولكنها تحولت إلى حاضنة للنفايات والكوليرا والميليشيات. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا ست. بالأول أريد أعرف أوضاع الانتخابات والحملة الانتخابية ببصرة. نعم، أولا في البداية أحب أن أقدم شكري وخالص اعتزازي إلى قناة رادو لاستضافتها لهذا البرنامج الرائع. يا أهلا وسهلا. وحقيقة أيضا الكرم الكبير اللي لاقيناه من القناة أيضا. حقيقة بالمناسبة بالنسبة لمحافظة البصرة، يعرفها كل العراقيين أنها ثاني محافظة في العراق، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي والثروة الاقتصادية والموقع الجغرافي أيضا لا يحتاج إلى تعريف. حقيقة الكل يعرف موقع البصرة، وإضافة إلى وضعها الاقتصادي أيضا. فيما يخص راح أتوقف، ما أتكلم عن تاريخ البصرة، وإنما أدخل على دايركت على قضية الانتخابات. نعم، الانتخابات أعتقد أنه راح تكون أسوأ انتخابات بالنسبة للبصرة، لأن وجود كيانات كبيرة في العراق، وهذه البصرة تمثيلها قليل في هذه الكيانات. يعني ما هو قصدكم؟ يعني الكيانات أعدادها كبيرة. نعم، ولكن ممتاز. أليس هذا من مصلحة المحافظة؟ لا، أنا جاي أقول شيء آخر، أنه الكيانات في العراق كبيرة جدا، والتمثيل البصري فيها ضعيف يعني جدا، فضلا على أنه الأحزاب في العراق لم توجد أحزاب حقيقية في العراق في البصرة العفو، ومجرد أنه الأحزاب تابعة إلى بغداد، فهذا راح يكون أكيد ضعف حقيقي في التمثيل السياسي. والجانب المهم يعني ما شهدته البصرة، أنه الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي لم تكن قياداتها من البصرة، يعني محافظات أخرى. الدكتور دا حسب تشاؤم بالحكي مالتكم. دكتور أنور، ما هو تعليقكم على قول سيد الدكتور هاني؟ طبعا الدكتور هاني أعطى نبذة موجزة عن البصرة وأهميتها للمنطقة وأهمية العراق، كون ميزانية العراق 90% تقريبا إذا ما تكون الذاكرة هي من الواردات النفطية وغيرها من الموانئ إلى آخره، من المنتجات اللي متعلقة بالجانب الاقتصادي من البصرة. بالتالي الوضع الانتخابي في الوقت الحالي أنا حقيقة لا أعده عرسا انتخابيا وفق المعطيات الموجودة حاليا، بل أعتبره نكسة انتخابية، سيما وأن النظام الانتخابي المتكرر أعاد إلينا تدوير نفس الاتجاهات السياسية، نفس الأحزاب السياسية، لكن بأشكال وتحالفات انتخابية جديدة. هذه الانتخابات والتحالفات الجديدة لم تستطع خلال الفترة الماضية من بعد التغيير من 2003 وإلى الوقت الحاضر من تقديم أي شيء، خلينا نقول بالمطلق تقريبا عدا الخراب والدمار واحتلال أجزاء كبيرة من العراق والتفريط بها، ومحاولة تفتيت العراق إلى أقاليم وإلى إلى 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 تقسيمه إلى قطاعيات إلى آخره، إلى جروبات إلى مافيات، سيطرة الغير المركز عليه. نعم دكتور، بقولكم هم هناك تشاؤم بالانتخابات، 90% من النفط العراق يروح من بصرة، هم منبع اقتصادي مثل هو يعني المحافظة الاقتصادية. نعم. في العراق كعاصمة اقتصادية نسميها، وعندكم 3 ممثلين بالوزارات بالحكومة العراقية، كيف ينظر المواطن في البصرة في هذه المعطيات؟ المواطن البصري في الوقت الحاضر لا يستشعر الحرج من عدم المشاركة بالانتخابات، وهذا ينعكس حتى على الطبقة المثقفة. أنا لمست شخصيا عزوف العديدين من البصريين عن المشاركة بهذه الانتخابات أو عدم مراجعة الدوائر الانتخابية لغرض تجديد بياناتهم الانتخابية. أليس هناك تغيير في الوجوه أو بالقوائم أو المرشحين؟ الوجوه القوائم السياسية الحزبية
المكررة والمدورة من الانتخابات الماضية واللي قبلها، يعني منذ بدء العملية السياسية بعد 2003، حاولت أن تغير من بعض الشخوص السياسية ومحاولة زجها من حمل الشهادات عليا، من حملة شهادات حتى اعتيادية أو غيرها، أو لديهم بعض الحضور، حضور عشائري، حضور أكاديمي، حضور وظيفي، محاولة زجهم بقوائمهم الانتخابية لغرض الحصول على الأصوات فقط. شكرا دكتور. دكتور كاظم أهلا وسهلا. بصرة الآن مليئة بالمخدرات والنزاعات العشائرية، أريد أعرف يعني كيف سيتعاطى المواطن في البصرة مع هذه الحالات، وأيضا كيف ستؤثر على الأوضاع في الانتخابات والحملة الانتخابية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. بالحقيقة البصرة هي حال بقية المحافظات العراقية، عاصفة المنظومة الفاسدة للتدمير والنهب شملتها، وقد تكون البصرة الاختلاف عن بقية المحافظات إنها كان هناك أمل كبير أن تكون بارقة أمل في العراق على اعتبار الإمكانيات الهائلة التي تتوفر بها على المستوى الإمكانيات الاقتصادية والإمكانيات البشرية والإطلالة الجغرافية والثروات الهائلة التي تتمتع بها، لكن هذا انعكس عليها سلبا على اعتبار أن الأحزاب تقاتلت وتكابلت على السيطرة على البصرة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من النهب في مشروع النهب الذي بدأ من 2003 إلى اليوم، والذي نتأمل أنه نجد حتى ولو تغييرا جزئيا ينتشل العراق والبصرة عموما من هذه الحالة. الظاهرة العشائرية وانتشار المخدرات هي جزء من الحالة الكلية اللي تمر بها البصرة. بصرة تمر بعملية تدمير ممنهج على كافة المستويات، ممنهج نعم على مستوى ممنهج من قبل من ولماذا؟ على المستوى الأول وعلى مستوى الإنسان، وجود إنسان واعي جاهل هو يكفل لهذه الأحزاب الفاسدة في البقاء للسلطة، وبالتالي هناك عملية ممنهجة لتدمير الوعي، وعي الإنسان، الوعي الانتخابي بالذات، من أجل أن يخلق أفواج، هذه الأفواج تذهب إلى الانتخابات لتنتخب وتعيد الفاسدين وتضمن لهم بقاء أكبر قدر ممكن من السلطة. فالتدمير الأول هو تدمير الإنسان، فيما بعد هو تدمير البنى التحتية للبصرة. البصرة الآن مدمرة من الناحية الزراعية، الأراضي الزراعية التي يفترض هي متنفس مهم للبصرة خاصة مع الانبعاثات الغازية الهائلة من النفط، الآن جرفت، أغلبها جرفت نتيجة عدم حل مشكلة السكن، نتيجة زحف الأحزاب على الاستيلاء على أراضي الدولة. هناك مناطق هائلة، ويمكن ستيمان شريدة توافقني، مثلا أبو الخصيب الآن تحولت إلى منطقة سكنية من منطقة زراعية، التنومة أيضا الآن في طريقها إلى نهايتها كمنطقة زراعية. المياه التي نشربها هناك في البصرة لا يشربها أي إنسان في العالم، نحن نشرب سم زعاف، وتحت مرأى كل السلطات بهذه الثروات الهائلة التي متع بها البلد، لكن لا تمد اليد لمعالجة هذه المشكلة، في حين أننا على مقربة من دول الخليج التي ليس لديها أنهار وتشرب مياه عذبة بوسائل التحلية الصناعية. فمشاكل كثيرة ممكن لو كانت هناك أحزاب حقيقية وطنية تسعى لبناء البلد وبناء البصرة بالذات لرأينا الآن وضعا مختلفا تماما. دكتور يعني أفهم من كلامكم أنه الناس ما راح تشارك أو عندهم إحباط للمشاركة؟ لا، نحن نتمنى أنه الناس تشارك وتشارك بالزخم من أجل أن تقلب الطاولة على الفاسدين. وهل هناك قوائم ومرشحين هناك يعني عندكم ثقة بهم أنه راح يغيرون الوضع؟ نعم، للأحسن. ما يسيطر على الشاشة هو ما يظهره الإعلام، الإعلام هو صانع الأشياء، والإعلام والأحزاب السياسية تمتلك وسائل إعلام كبيرة من المال السياسي الذي نهبته منذ 2003 إلى اليوم، لذلك هي التي تسيطر على الصورة، لكن هناك قوائم وآخرين ليس لديهم هذا المال السياسي، على المواطن أن يسعى للبحث عنهم من أجل إحداث ولو ثقب أو تغيير بسيط جزئي نستطيع البناء عليه. ما لا يوجد لدينا حل غير النظام الديمقراطي، نحن لا نؤمن بحلول خارج هذا النظام. الدكتور كيف للمواطن أن يفرق بين الوعود اللي راح يعني الوعود الكاذبة خلينا نقول، والوعود اللي راح يعني هم اللي راح يفون بوعودهم ويشتغلون على البصرة؟ يا سيدتي بقليل من الوعي نرى الأشياء واضحة. إذا هو الشخص يفترض مرشح على برلمان سلطته رقابية والتشريعية، ويذهب ليقول له أنه سأعينك بهذا المكان وراح أنطيك فلوس بهذا المكان وأبلط لك شارع، هي واضحة الأكاذيب. الأكاذيب واضحة ومكرورة علينا، لكن المواطن نحتاج شيء من التركيز في العملية ويعي أن صوته مهم،
وأعتقد أن الطاولة ستنقلب عليهم مع هذا التغيير الجزئي. شكرا دكتور. شكرا. دكتور أنور، حسب المعطيات الدكتور كاظم عن الزراعة والقطاع الزراعي والفساد الإداري والنفط وكل شيء، يعني الناس راح تروح تشارك بالانتخابات لو لا؟ طبعا وفق الواقع الحالي اللي أنا أشوفه شخصيا، نظرتي قد تكون متشائمة تجاه المشاركة بالانتخابات، وأختلف مع الأستاذ الدكتور كاظم، لأن البصرة حاليا تعاني ما تعانيه من شحة المياه، من الملوحة في المياه، من مشاكل كبيرة جدا. نحن نرى على سبيل المثال، مثلا عندنا مشروع ماء القبلة، كل الانتخابات منذ 2003 والآن يحاولون أنه بالانتخابات يشكلون أنه افتتاح جديد أو محاولة إطلاق المبادرة ويتوقف بعد الانتخابات مباشرة. هذا مقياس على المشاريع الأخرى الكبرى الموجودة في البصرة. البصرة تعاني ما تعانيه من تجريف للتربة، تجريف للبساتين، تجريف للمصالح الحيوية للبصرة من خلال السيطرة على البساتين والأراضي الزراعية. لكن من جانب آخر أنا أود أن أضيف شيئا مهما، أن المشكلة لا تكمن حقيقة في النظام الانتخابي والديمقراطي بشكل عام، هي تكمن بالنظام الانتخابي وإجراء العملية الانتخابية وفق نظام سانت ليفو الذي حدد أو شكل مجانا ومتنفسا للأحزاب الفاسدة أن تسيطر على العملية السياسية بشكل أو بآخر من خلال سيطرتها أو المال السياسي وعدم كشفها للتمويل السياسي وتمويل الأحزاب من الأموال الشعب إلى الوقت الحاضر. وكيف للناخبين أن يغيروا؟ نعم. يعني إذا لم يذهبوا إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع. نعم أنا مع الرأي القائل أنه على المواطن أن يذهب ويحسن الاختيار ويحسن اختيار الأشخاص، لكن وفق السياسة حتى لو رجعنا إلى مقولة المجرب لا يجرب، نعم المجرب لا يجرب لكونه أعطيناه فرصة لما يقارب تقريبا 17 سنة أو أقل أو أكثر، لكن راح تنطيه بعد 4 سنوات من الجديد اللي راح يجي، هو إعادة تدوير فقط لمناهجهم ولبرامجهم ولنفس الشخوص. 7 أشخاص أو 9 أشخاص من كبار السياسيين هم يتحكمون بمصير البلد وبأحزاب فاسدة وبتحالفات فاسدة، يجلسون بعد الانتخابات يحاولون أن يشكلوا البلد وفق أهوائهم السياسية، هم الذين يحكمون البلد وفق هذا المنهج. شكرا. نعم. دكتور. السيدة إيمان أهلا وسهلا. السيدة إيمان هي فنانة أيضا مقيمة في إقليم كردستان. نعم. بس أريد أعرف رأيكم، راح تشاركون بالانتخابات لولا؟ والله بالنسبة لي ما أشارك بالانتخابات، لأن نفس الوجوه راح ترجع، هذا اعتقادي وصار عندي فقدان أمل بهذا الموضوع. لماذا؟ بس أتمنى بهذه الدورة أتمنى الشباب يقودوها، الواعي المثقف وابن البصرة هو اللي راح يقود هاي الانتخابات. هل هنالك قوائم أو مرشحين يكونون ابن بصرة مثل ما تقولين حضرتك؟ أتمنى يعني مرشحين أنفسهم من البصرة. أكو مرشحين تقولين إيه؟ تريدين إنه الشباب يقودون البصرة؟ أريد أتمنى، بس أشوف مرات يعني حسب ما أسمع بالسوشيال ميديا وأتابع الأخبار مع الانتخاب، أشوف الشعب كله فاقد الأمل، فاقد الأمل، يقول لك نفس الوجوه ونفس السياسة راح ترجع. يعني ما عندكم ثقة؟ ما عندهم ثقة، لا ما أشوف الشارع، ما أشوف عندهم أمل. سيدة إيمان، أتصور 4 سنوات أنتم مقيمين بإقليم كردستان. إيه. اللي يعجبك بإقليم كردستان واللي دا يخليك يعني تبقين هنا ما هو؟ هنا البلد بأمان، بقانون، يعني شعب عنده ثقة بحكومته. فهذا اللي أنا عاجبني هنا، وأتمنى يعني أتمنى ما يحدث هنا يحصل في البصرة. ما يحدث هنا، يعني تصورين إذا هالحكم وهالعقلية وهالسلطة بإقليم كردستان تكون نفسها بصرة، إيش راح يصير ببصرة؟ الأوضاع ترجع إلى أمجادها البصرة، راح ترجع إلى أمجادها، إلى أهلها، يعني أهلها الأصليين يمكن راح يرجعوا لها، يعني أكثرهم طلعوا من عندها، يعني أجوا ناس أغراب، يعني سأشوف المجلس محافظة البصرة يعني مسؤولين عنه أشخاص ما لهم علاقة بالبصرة وما يعرفون شنو البصرة. من اللي اختارهم؟ ما تريدون تغيرون الوضع؟ هي الأحزاب والميليشيات، ويعني ما أعرف يعني قوى أخرى خارجة، يعني صوري مو يعني مو نفس البصرة، هي اللي جابت هذه الشخصيات ووضعتهم بأماكن هم مو أماكن مو مناسبة لهم، مو مكانهم يعني. شكرا سيدة إيمان. دكتور رهاني العفو، خلنا نتحدث عن بصرة بعد الانتخابات، كيف تتصور بصرة بـ4 سنوات القادمة؟ نفس المستوى، الأوضاع السيئة، الفساد الإداري والخدمات الرديئة؟
ممتاز. وقبل هذا السؤال انا كنت اتمنى انه يكون بي شق اخر من هذا السؤال. النسخه الخامسه من الانتخابات اللي راح نوصل لها احنا نجي على شيء اساسي بالعراق، انه الدستور، دستور العراق كيف يكون. الدستور مالنا دستور بمحاصصه خلص، انه رئيس الجمهوريه يكون كذا ورئيس الوزراء يكون كذا. هو النسخه الثانيه مثل الدستور اللبناني 1943. العراق نفس دستور لبنان، كانما النسخه متشابهه. اذا بوجود المحاصصه، بوجود التنازلات، بوجود المحاباه السياسيه، لا اعتقد اكو هناك اصلاح حقيقي. ودليل على ذلك اكو ازيف على الانتخابات. يعني الوضع راح يكون أسوأ برايكم؟ احنا ما نقدر نعطي انه فكره مستقبليه بهذا التصور، ونقدر نقول من خلال استقراء الوضع انه بوجود الوجوه نفسها، يعني 80% موجوده نفس الوجوه، التغيير 20، الوجوه الجديده صعدت اللي صعدت الانتخابات هي 20%، البقيه 80 نفسهم، وكانما هي لعبه الشطرنج. تمام دكتور، شكرا. دكتور كاظم، نفس السؤال لحضرتكم، كيف تتوقع بصره في الاربع سنوات القادمه بعد الانتخابات؟ الأربع سنوات القادمة لا أعتقد هناك تغيير كبير على مستوى الإدارة، لأن هناك مشكلة كبيرة في مفهوم إدارة الدولة ومفهوم إدارة المحافظات. أولاً مجالس المحافظات هي كالزوائد الدودية، هي موجودة فقط لعملية الكومشين والمحاصصات والاستفادة. بالتالي ما إذا لم نتخلص من هذا النظام، نظام مجلس المحافظة والذي يتحكم بالمحافظ ويصير التبادل بيناتهم بتبادل المصالح، أعتقد أول نقطة علينا أن نتخلص من عتها هذه النقطة حتى نقدر أنه نؤمن أو نتأمل أن يحدث تغيير على مستوى الإدارة، لأن المحاصصات الآن تأتي لنا بإداريين فاشلين محميين من أحزابهم، مشرعة أبواب أمامهم للفساد، هناك سلطة تحميهم، ومن ثم عملية إحداث تغيير في المستوى الإداري يتطلب إحداث تغيير على المستوى السياسي. لا يمكن أن نغير على المستوى الإداري والذي يقود سياسي وهذا هو نفسه متربع على المنصب، وهناك الحكومة العميقة التي أسسوها منذ 2003 إلى اليوم. شكراً. هي منتشرة في كل مؤسسات الدولة. شكراً دكتور كاظم. شكراً لك. سيدة إيمان، كامرأة من البصرة، بأي ظرف أو بأي شرط ترجعين لمحافظتك؟ يعني أريد أتمنى 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 الجهود تتضافر كلها وتنجح جهود أهل البصرة، أبناء البصرة يرفعون كلمتهم، تكون كلمتهم واحدة. أتمنى أتمنى تكون كلمتهم واحدة تظهر حتى يرجعون البصرة إلى أمجادها، إلى حضارتها، إلى شناشيلها، سيابها، شط العرب، الأمسيات الحلوة اللي كانت الجميلة بيها. هاي أتمنى، يعني أتمنى حتى أرجع هل تتوقعين أنه بصرة راح تكون مختلفة بعد أربع سنوات أو بعد الانتخابات؟ كنا متفقين أنه اختلاف راح يكون متفقين له رأيك هذا؟ لا حسب ما رأي عام فالكل يقول يعني راح يصير تغيير بس طفيف، لأن يعني بدت شوية الشعب يعني بدأ يوعي يعني ويصحى الخلاص، بدأ يعني شوية بوادر، أكو بوادر أمل، يعني أكو وإن شاء الله. العفو بس المايك دكتور هاني تفضلتم. قالت اكو بوادر انه للتغيير مو شكل. هو مثل ما قلت لك انا مساست انه التغيير اللي جاي يحصل ماكو عامل واضح انه بالتغيير، ماكو افق للتغيير، وانما الوجوه 80% موجوده بالساحه نفسها. اذا ما قلنا ال 20 وهذا ال 20 تمثيله كلش قليل في قوائم بعيده. شكرا. احنا كنا نطالب بالتغيير، كنا نطالب بالتغيير، لكن علينا اذا نريد التغيير انه كنا نسعى له ونعمل معاه ونعمل اليه، لكن ان نطالب بالتغيير بالكلام ونقف متفرجين وننتظر ان ياتينا التغيير من السماء. الانتخابات مو طريقه للتغيير، الانتخابات وحده من وسائل التغيير، لكن هناك رقابه شعبيه يفترض ان نمارسها. شكرا دكتور، شكرا لكم. دكتور انور، هل ننتظر من بصره ان تحدث تغييرات بعد الانتخابات؟ الانتخابات القادمة حتى أنطيكم فالصفة غالبة عليها راقبتها من خلال المشهد السياسي الحالي لمرشحي الانتخابات، راح تكون انتخابات عائلية. الانتخابات عائلية كيف؟ المرشحين اللي يسمى بالحجي في مجلس النواب، والحجية زوجته في مجلس المحافظة، وأقاربه الآخرين يتوزعون ما بين مجلس النواب ومجلس المحافظة كمرشحين، وأولادهم موظفين في السفارات الخارجية. هو حكم العوائل في الوقت الحاضر، هذه السمة الغالبة على الانتخابات القادمة.
قد هم لا يبينون ذلك من خلال القوائم الانتخابية أو أقاربهم منضوين تحت مسميات وكيانات مختلفة، لكن هو هذا الحال الماشي الآن موجود على الساحة السياسية. نحن ننتظر أن تفرج الأمور أو تفرج الأمور بعد الانتخابات القادمة بظهور طاقات شبابية جديدة، بظهور أشخاص مستقلين، لكن نحن نعلم جيداً ومن خلال المرشحين السابقين وفي الدورات السابقة الدورات اللاحقة أنه الكيانات السياسية تنزع أو تتجه إلى توقيع بعض المرشحين على صكوك وعلى كمبيالات وعلى غيره من الأمور والالتزامات حتى يكون طوعة أيديهم في الانتخابات. فحتى الناخب من راح ينتخب شخصية مستقلة راح تكون هذا بالتالي شخصية غير مستقلة بأراها بعد الانتخابات. دكتور النتيجة كانت واضحة، يعني هسه نشوف وضع في البصرة. الانتخاب على الأساس العاطفي، نشوف النتيجة في ظل التسلط الأحزاب الإسلامية ببصرة، يعني هل يتوقع الناخب إجراء انتخابات نزيهة؟ الحقيقة الانتخابات الموجودة بالوقت الحاضر وفق هذا النظام الانتخابي الموجود ما راح يفرج لنا الأمور ولا راح يجيب لنا مجلس برلمان أو مجالس محافظات مستقلة أو تغير المشهد العراقي. ليش؟ النظام بالأساس هو يبتلع الأحزاب الصغيرة ويأخذ من أصوات المرشحين الصغار إلمن إلى الكتل والأحزاب الكبيرة، فبالتالي الكتل والأحزاب الكبيرة من تخلص الانتخابات راح يجلسون سوية ويشكلون حكومة وفق أواهم وفق أمزجتهم السياسية. هم إذا تسمحي لي فصلوا النظام الانتخابي الحالي وفق قياساتهم واللي يسمح لهم بالبقاء والتسلط على الشعب. الشعب والرقابة الشعبية مثل ما ذكر الدكتور كاظم، إذا أردنا أن نفعل هذا الجانب يجب تغيير النظام الانتخابي. قد لا نستطيع أن نستطيع اللحاق والانتخابات على أبواب، لكن نسعى من الآن إلى المستقبل أن نغير النظام الانتخابي ونرجع على نظام الانتخاب أنه كل 100,000 نسمة يمثلهم شخص واحد، وبالتالي راح يكون التمثيل طبعا صحيح للمناطق أيضا. دكتور دا أشوف تشاؤم إحباط في كلامكم، بس خل أوضح هالنقطة. يعني من قبل كان مشروع إقليم بصرة مطروحا، هل ما زال هذا المشروع مطروحا كإدارة وكشعبا في البصرة؟ هل هو الحل؟ مشروع إقليم البصرة أنا لو تسأليني هو مشروع جدا ممتاز ويفيد البصرة ويخلي أكو استقلالية لمواردها المالية والاقتصادية، هو لا يضر بشكل وهيبة وحكومة الدولة المركزية، وإحنا عندنا خير دليل على تجربة كردستان مثلا. لكن من جانب آخر إذا تسلط عليه الفاسدين فبالتالي إذا كان الأمر معني بالسلطة المركزية والفشل موجود، فكيف إذا صار هناك إدارة مستقلة للإقليم وتسيطر على موارده وهي فاسدة بالأساس؟ المسألة تتعلق بتمثيل حقيقي لأبناء الشعب البصري، ليس لأبناء الوافدين من المحافظات الذين سيطروا على مقدرات البصرة في مجلس المحافظة في مجلس النواب. لذلك أنت ترين أن مثل ما ذكر الستيمان أنه نسبة قليلة جدا من البصريين الوصلاء هم أعضاء في مجلس المحافظة أو البرلمان، وبالتالي انعكس ذلك على خيارات أهل البصرة وعلى طموحهم ومحاولة تنفيذ أهدافهم. هذه السلطة الفاسدة اللي حضرتكم تحكون عنها، أريد أعرف هل أثرت في النسيج الجميل الكامل اللي كان قبل بالسبعينات كان ببصرة مسيحيين وصابئين وسنة وشيعة كلهم، فنجد الآن السنة مسيحيين الصابئين لم يعد لهم الوجود في البصرة أو قليل جدا. نعم مثل ما ذكرت حضرتك أكيد هذه السياسة الأحزاب، تعرفين حضرتك يعني قبل ما يسمى بالحرب أو النزاع الطائفي وراء 2006 تقريبا وراء 2008 الفترة هذه القلقة تهجروا الكثير من العوائل المسيحية من من الصابئة من غيرها من مختلف الطوائف سنة شيعة إلى آخره، أي متضرر كان في ذيك الفترة كان أغلبه يرجع إلى الهجرة من البصرة، ولذلك البصرة سيطروا على الأراضي سيطروا على غيرها. الأحزاب بدأت تتنفذ بدأت مصالحها تتشابك مع مافيات المخدرات مع مافيات التهريب، لا تنسين البصرة موانئ مفتوحة حدود مفتوحة وبالتالي أغلب الدول إلها مصالح تجارية. الأمر بس إذا سمحت لي الأمر لا يعني بالبصرة البصرة لوحدها، الموضوع متعلق بالبصرة كمحيط دولي أيضا مجاور إلها. شكرا دكتور أنور الأسدي لجلمة محلل السياسي زور سباس، دكتور هاني السكيني، دكتور كاظم السهلاني، وبريز إيمان الشرايدة ميفال مين إيرو يدن ستزن بوند برنامج دام بحثة باريس جها بصرة كردنافا بأميديدا أو دلشندنافا هالبجوارتنان ده ستزن إيرو أفبو حتى عصبال باريس جها كدنام لقلوة برنامج